السلام عليكم. إذن انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي وإفساح المجال لنائبته كاميلا هارس، كيف سيؤثر ذلك على نتائج الانتخابات المقبلة إذا ما صحت الترجيحات أن يكون دونالد ترامب رئيسا مقبلا لأمريكا؟ إذن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل. انسحاب جاء مطالبات داخل الحزب الديمقراطي فقد فيها أقران بايدن ثقتهم في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. بايدن وعبر منشور له على منصة إكس قال إنه يعتقد أنه من مصلحة حزبه وبلده أن يتنحى ويركز فقط على أداء مهامه الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايته، مؤيدا نائبته كاميلا هارس كمرشحة بديلة للانتخابات الرئاسية. هارس من جهتها بدت واثقة من فوزها ومتعهدة بإلحاق الهزيمة بترامب. نسأل في المشهد اليوم عما ألحقته ولاية بايدن بملفات عالمية وعلى رأسها ملف الحرب على غزة. أي حظوظ لهارس وسط هذا الالتفاف من الحزب الديمقراطي بتأييد ترشيحها، وكيف سينعكس فوز ترامب المرشح على قضايا المنطقة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا بعد التوقف مع هذا التقرير لزميلنا نبيل عبد اللوي. I'm going to start by laying out the first 100 days of my second term. يأتي انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات الرئاسية وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني مع حملة ضغط من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحابه بعد أداء وصف بأنه كارثي في المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب الشهر الماضي. وسرع العديد من الديمقراطيين إلى دعم نائبة بايدن كامالا هارس لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب في مواجهة دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تحافظ المرشحة المحتملة إلى حد كبير على نهج الرئيس جو بايدن في السياسة الخارجية إزاء ملفات مثل الصين وإيران وأوكرانيا، لكنها قد تتبنى لهجة أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن الحرب على غزة إذا حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي وفازت في انتخابات نوفمبر المقبل حسب متابعين. في المقابل انتقد فريق حملة دونالد ترامب هارس بعد أن دعمها بايدن للترشح عن الحزب الديمقراطي قائلا إنها ستكون أسوأ من الرئيس، لكن يبدو أن حملة ترامب ستواجه صعوبة بعد أن كان محورها كفاءة بايدن الجسدية والعقلية. العالم العربي معني مباشرة بما يمكن أن يحصل في الولايات المتحدة، ولا سيما على مستوى احتمال حصول تحول سياسي من إدارة ديمقراطية إلى إدارة جمهورية. وعليه فإن احتمال عودة ترامب يدفع المنطقة العربية إلى إعادة حساباتها السياسية وتحالفاتها الاستراتيجية وفق مراقبين. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيوفي من تونس الدكتور عبد المنجي خضراوي أستاذ العلوم السياسية، ومن رام الله الدكتورة تمارا حداد الباحثة والمحللة السياسية. أهلا وسهلا بكم الضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتورة حداد. إذن عدت كثير من الصحف الأمريكية والعالمية حقيقة أن ما قام به الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة حكيمة برأيك، هل لكن هناك من انتقد أن تعامله مع ملف الحرب في غزة لم يكن حكيما على الإطلاق منذ بدء هذه الحرب، برأيك هل يمكن لهذه الخطوة حاليا أن تكون ربما نقطة مرجعية لمسار الحرب في غزة قبل أن يفارق منصبه؟ بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم. أولا، الحرب على أرض قطاع غزة هي غيرت مسار فيما يتعلق انسحاب بايدن. هناك أصبح انتقادات في داخل الحزب الديمقراطي فيما يتعلق اليسار الديمقراطيون
أو اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي. فبالتالي نتيجة الانتقادات ليست فقط من أجل كفاءته النفسية أو العقلية أو نتيجة عمره وسنه الكبير، ولكن نتيجة إدارته للحرب على أرض قطاع غزة أصبح هناك انتقادات من الداخل الأمريكي عما يقدمه الديمقراطيون تحديدا للإدارة الإسرائيلية، سواء كان من تقديم السلاح سواء كان من دعم الاستخبارات والمعلومات. فبالتالي أثرت يعني حرب أرض قطاع غزة ما سوف يحدث مستقبلا ضمن سياق المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، كون أن كان نتنياهو يطيل الحرب بشكل متعمد حتى يأتي ترامب. يعني كان نتنياهو يعني يتعمد في إطالة عملية الحرب أو إطالة التفاوض من أجل ترسيخ الصفقة أو الهدنة أو تبادل الأسرى حتى يأتي ترامب، ولكن تغيرت الآن الاستراتيجية. كي تغيرت نتيجة انسحاب بايدن، انسحاب بايدن أدى سوف يؤدي هذا الأمر إلى توحد الديمقراطيون نحو كامالا هاريس إذا كانت هي المرشحة الرسمية من الحزب الديمقراطي. حتى هذه اللحظة هناك اتفاق حول هاريس، وهي تعتبر حتى هذه اللحظة هي الأوفر حظا في عملية أن تكون هي المرشحة، ولكن على ما يبدو أن هناك ما زالت أصوات تشير في عملية عدم دعمها، سواء تحديدا أوباما حتى هذه اللحظة لم يعطي الدعم الكامل لهاريس تحت حجة براءة أن هاريس هي ضعيفة. يعني في هناك أصوات في الشارع الولايات المتحدة الأمريكية يشيرون أن هاريس تعتبر يعني بالنسبة للشارع الأمريكي ضعيفة، لا تستطيع أن تتعامل مع السياسة الخارجية، وقد يكون هناك نوعا ما من بعض تقليل البعد الانتخابي نظرا أن تعامل هاريس مع البعد الملفات الخارجية فيما يتعلق ملف قطاع غزة وملف الأوكراني أو السوري أو ملف الصين ما زال حتى هذه اللحظة هي تعاني من ضعف ناهيك أن كاريزما الشخصية حسب الأصوات التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الأقل أن هاريس سوف توحد الديمقراطيين، والدليل أن أصبح هناك تقديم التمويل والدعم الأمريكي التمويلي من قبل عدد كبير من الحزب الديمقراطي أو الأفراد الديمقراطيون لدعم هاريس. فبالتالي هاريس الآن أمام ترامب سوف تكون هناك صعوبة يعني في عملية سوف تكون معركة طاحنة، معركة صعبة، معركة تاريخية انتخابية في نوفمبر من هذا العام الجاري. توقعي أن المعركة بالفعل سوف تشتد، ترامب سوف يستخدم أكثر من أسلوب حتى يتم الوصول إلى هذه سدة الحكم. صحيح أن هناك مزايا لأن ترامب يشعر أن هاريس ضعيفة، ولكن هناك متغيرات في الشارع الأمريكي حسب خطاب هاريس سوف يكون المفصل في عملية وصولها إلى سدة الحكم، بمعنى أن خطابها الآن هو سوف يكون خطاب خلال الشهرين القادمين هو المفصل، هل سوف تصل إلى سدة الحكم أم يبقى ترامب هو الأكثر يعني وفرة حظا في وصوله إلى سدة الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في عملية وصول ترامب أو هاريس كلا الطرفين سياستهما لن تتغير اتجاه إسرائيل، بالعكس سوف يكون أكثر دعما سواء كان الديمقراطيون أو حتى الجمهوريين، ناهيك أن نتنياهو سوف يلقي خطابا خلال يوم الأربعاء خطابا في الكونغرس الأمريكي من أجل استعطاف الجمهوريين، وناهيك أن نتنياهو ذكي جدا سوف يستخدم واقع ذكائه ومعرفته ويقينه بالداخل الأمريكي وعنده وعي في طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يقايد الدعم اليهود مقابل أن يكون هناك نوعا ما من عملية دعم من سوف يكون هل هاريس أم ترامب. ولكن توقع في نهاية المطاف أن دائما نتنياهو هو دائم أكثر قربا إلى الجمهوريون من الديمقراطيين، رغم أن كلا الطرفين يدعمان إسرائيل، ومهما تغيرت الشخوص في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى كلا هذه الشخوص هي عبارة عن تغير أسماء أو أفراد، لكن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف عند حد معين في تقديم الدعم السلاحي واللوجستي. هناك علاقة حليف استراتيجي بين كلا الطرفين، علاقة عضوية استراتيجية، علاقة كيميائية لن تنفصل عن بعضهما مهما تغيرت الشخوص. السياسة تبقى قائمة بدعم إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، حتى لو كان نتنياهو دائما يخالف السياسات كشخوص، ولكن في نهاية المطاف هم سوف يدعمون إسرائيل مهما كلف الأمر. تماما، سأعود إليك يا دكتورة تمارا حداد. دكتور عبد المنجي خضراوي، كما كانت تشير الدكتورة حداد في منظورها أنه
فوز كاميلا هاريس أو فوز دونالد ترامب الأمر لن يغير شيئا في على مستوى قضية الحرب في غزة، ماذا عن بقية قضايا المنطقة في منطقتنا العربية في المنطقة المغاربية؟ هل ستتغير الرؤية الأمريكية؟ ملفات كثيرة بقيت عالقة حتى منذ أن كان رئيس ترامب في سدة الحكم في البيت الأبيض، الملف الليبي تحديدا. نعم، هو النظام الأمريكي أو النظام الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يقاد وفق لمبدأ النفي أو الاستيعاب، وهذه القاعدة فيها مجالين: مجال قضايا جوهرية مهما كان المتنفذ بالإدارة ومهما كان الرئيس فهي نفس السياسة، يعني لا نتوقع من الجمهوريين أو الديمقراطيين تغيير سياستهم تجاه ما يجري في غزة وتجاه القضية الفلسطينية وتجاه المساندة المطلقة لإسرائيل، ثم قضايا أخرى تخضع لموازين القوى الراهنة وتتأسس على قاعدة المصالح سواء في المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. الآن أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وأتوقع أنه سيكون المعطى النفسي دور مهم جدا. المعطى النفسي في الانتخابات دائما في كل العالم، إضافة إلى البرامج وإضافة إلى الجانب الكاريزمي للشخصية، هناك معطى نفسي يغيب، ولكن بدأ الآن يطفو على السطح خاصة بعد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. تذكرون جيدا مع أوباما كيف كان لتويتر دور مهم. الآن المعطى الجديد هو معطى المرأة في السباق الانتخابي. نعم، هيلاري كلينتون لم تنجح، ولكن كان طرح بعد ذلك هل للمجتمع الأمريكي القدرة على قبول أن يكون في أعلى السلطة على رأس السلطة امرأة، وهذا الآن موجود على منصات X نقاش لدى بعض المتابعين. يعني ممكن أن يكون، أقول ممكن أن يكون لهذا المعطى النفسي دور وتأثير الانتخابات، رغم أن ترامب له قوة اتصالية عظيمة ولم يستطع بايدن مجرد ذلك لأسباب سواء صحية أو لأسباب الصراعات داخل الحزب الديمقراطي. الآن القضايا التي سوف يتم الاشتغال عليها سواء مع ترامب أو ترامب، قد يغير الموقف تجاه بعض أنظمة الخليج لأنه يتعامل بشكل مباشر وبشكل انتهازي براغماتي مباشر، يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي هذه الأنظمة وبالتالي مطلوب منها أن تعيد الجميل للنظام الأمريكي، في حين أن سياسة بايدن أو سياسة الحزب الديمقراطي دائما تستعمل بخطة ذات وتستعمل يعني نفس الغاية توصلنا إليها لكن بأسليب أكثر لين. المطروح أيضا بعد قمة العشرين في الهند موضوع طريق الحرير أو والمواجهة مع طريق بايدن أو الطريق الجديد الذي طرحه بايدن في قمة العشرين في الهند، فإن إدارة ترامب ليست متحمسة كثيرا لهذا المشروع، وهو الذي سيجعل الإدارة الأمريكية في مواجهة تجارية مع الصين وروسيا، إما أن يكون التوجه نحو جزء من شرق آسيا وإفريقيا وصولا إلى إسبانيا على طريق الحرير، أو أن نكون إذا طريق جديد قد يغير ملامح المنطقة جذريا. وأنا أضع اعتقادي 7 أكتوبر في هذا الإطار أنه لا بد من إعادة خلط الأوراق 7 أكتوبر وبداية الحرب في غزة، إعادة خلط الأوراق حتى لا تصبح أو لا يصبح طريق بايدن أمر واقع في المنطقة، وهو سينطلق طبعا من أوروبا وسيعتبر أن ميناء حيفا في فلسطين المحتلة أو ما يسمى إسرائيل حاليا سوف يكون هو نقطة ارتكاز التجارة العالمية الدولية، وسيكون التجارة ما يسمونها بالتجارة البديلة، تجارة الطاقة البديلة وتجارة الداتا البيانات، سوف تكون يكون من حيث مرورا ببعض الدول الخليجية سوف يكون هو البديل للتجارة العالمية ووفقا لسياسة نقل البضائع بسرعة كبيرة، وهذا سيغير وجه المنطقة وسيلغي تجاريا قناة السويس وجزء من التجارة في آسيا من جهة شمال شرق تركيا وصولا إلى شمال إيران، ومحاولة إلغاء الدور الصيني والدور الروسي
وادخال الهند كبديل وضرب منظومة البريك. هذا قضية كبرى الآن في تتناولها المجلات المختصة الاقتصادية في الولايات الأمريكية، وهي الأساس بالنسبة للسياسات طبعا في علاقة بغزة. لا انتظر من هذا أو ذاك سوف يقفوا مع الفلسطينيين، ولو أن نائبة بايدن اعتبرت في الأحداث الأخيرة وصفتها بالمروعة، وهي أقل يعني هي مساندة طبعا للفلسطينيين، ولكن بشكل باستعمال القفزات ربما قد لا تقبل المواصلة في دعم نتنياهو وستدعو لوقف إطلاقا. يعني بالنسبة لأوكرانيا، ترامب قال صرح مؤخرا تصريح اعتبره زيلينسكي أنه خطير، قال سوف أنهي الحرب في أوكرانيا يعني في يوم أو يومين، وما فهمه زيلينسكي أنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسحب دعمها لأوكرانيا، سوف تجعل من بوتين يبقى على بعض الأراضي التي احتلها تحت السيطرة الروسية، وترامب مستعد لإيجاد حل مع روسيا ومع الصين ومع إيران، وصرح أكثر من مرة أنه مستعد لزيارة إيران. وبالتالي بايدن تخلى عن البروتوكولات التي يستعملها بعض حكام الولايات المتحدة الأمريكية وكان أكثر مباشرة فيه، ولكن جوهر السياسة الأمريكية في تمصلاتها النظامية ستكون هي نفسها، لأن الأصل هي مصلحة النظام الأمريكي، ولكن يتم استعمال وسائل مختلفة للوصول إلى نفس المصلحة. سأعود إليك دكتور خضراوي. دكتورة تمارا، فيما وصفه ضيفي بجوهر السياسة الأمريكية، برأيك في تبادل الأدوار بين جو بايدن وكاميلا هارس، هل يمكن أن تستعيد كاميلا هارس قفازات دبلوماسية أخرى لتغيير المعادلة وتغيير المواقف إزاء الحرب في غزة، لإبداء تغير يختلف عن الحزب الجمهوري حيث وعد دونالد ترامب وذكر من بداية أنه لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لما وقعت هذه الحرب وهو وعد بإيقاف فيها. إذا تحدثنا بكل واقعية، أولا ترامب ليس مع سياسة الحروب، يعني صحيح أنه هو شخصية انتهازية من أجل أخذ الأموال في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هو يتعامل ضمن سياق ما يسمى اندماج إسرائيل. هو معني تمام باستكمال صفقة القرن، صفقة القرن فيما يتعلق اندماج إسرائيل وتعزيز اتفاقية أبراهام. يعني ترامب سوف يعزز هذه النظرية استكمالها في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعني تصفية القضية الفلسطينية. إذا لم يكن هناك حلا سياسيا، حتى الحزب الديمقراطي لم يستطع خلال فترة وجود بايدن أن يحل عملية حل إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، والدليل أن هناك كان فيتو أمريكي خلال فترة بايدن فيما يتعلق أن تتحول دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن تتحول كعضو لها أكثر من مهام في الجمعية العمومية، لكن كان هناك الفيتو الأمريكي، وهذا دليل أن حتى على مستوى هارس هي سوف تتماشى مع هذا السياق، يعني لن تتغير رؤية الحزب الديمقراطي فيما يتعلق الدولة الفلسطينية. دائما يشيرون الديمقراطيين أن يجب أن يكون هناك نوعا ما من حالة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية، وهناك شعار بالنسبة للديمقراطية وهو حل الدولتين، وهو عبارة عن شعار حل هو ذر الرماد في العيون، هي فقط من أجل كسب الوقت واستمرار إسرائيل في قدم الأراضي. لكن يعني سياسة ونظرية ترامب هي أكثر صراحة هو معني بترسيخ ما يسمى الاندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط حتى يكون هناك تكامل اقتصاديا، وتحديدا فيما يتعلق العلاقة الخليجية الإسرائيلية، تحديدا فيما يتعلق العلاقة السعودية الإسرائيلية. فبالتالي سوف يتم استكمال وقع التطبيع في المنطقة، ولكن على حساب القضية الفلسطينية، تصفية القضية الفلسطينية. عملية الحرب على أرض قطاع غزة هي صحيح هي سوف تستكمل باستمرار عدوانها كحرب استنزافية. أيضا علاقة ترامب بإيران دائما علاقة تصادمية، حتى على مستوى الديمقراطيون علاقتها صحيح مع إيران دائما يشيرون إلى ترسيخ البرنامج النووي والاتفاق النووي. في عهد بايدن لم يتحقق هذا الأمر. دائما ترامب في عهده كانت هناك عملية إنهاء الاتفاق، أنا أعتقد أن ترامب دائما يشير أن رأس الهرم في منطقة الشرق الأوسط، رأس عملية التحرك، عملية السيطرة أو عملية التنافس الإسرائيلي الإيراني، دائما ترامب هو يشير أن إيران هي السبب. فبالتالي ترامب سوف يكون سياسته أكثر وضوحا،
إما قتل الرأس أو عملية ثم أن تكون تتم عملية لكن قتل الأضرار الأخرى. دكتورة حداد، فيما ذكرتي من أن سياسة ترامب ليست صدامية، لكنها في النهاية ليست تلك السياسة التي تحترم القوانين والأعراف الدولية. نحن لاحظنا أن إدارة بايدن ما انتقدت فيه في حرب غزة أنها لم تقف حتى عند القرارات التي جرى إقرارها في مجلس الأمن، ولا ما نتج عن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. كيف يمكن تصور هذا الأمر مع إدارة بايدن إن جاء، وهو الذي ربما لطخ إن صح التعبير سمعة الديمقراطية الأمريكية بحادثة الكابيتول هيل؟ سوف أصحح لك التعبير، ترامب صدامية، ولكن هو غير معني بتحقيق الحرب، هو معني بتحقيق الناحية الاقتصادية على حساب تلك الدول، كما حدثت بوجوده في عام 2017 حتى وجوده عام 2022. لذلك هو الشخص هو يتعامل من منظور اقتصادي بحت، يعني لا يتعامل دي من منظور حروب. يعني هو صحيح هو إنسان صدامي ودائما يتحدث عن واقع أنه لو كان هو موجود لن تحدث هذه الحرب، لكان هناك التعامل بطريقة أخرى مع الحركات المقاومة. هو دائما يتحدث أن هناك رأس الهرم في عملية التحرك في منطقة الشرق الأوسط، دائما يشير أن إيران هي السبب. هو بايدن بعكس رؤية ترامب، بايدن أو الديمقراطيون يتعاملون أن يجب إنهاء بشكل تدريجي الأذرع أو عملية القوى المنطوية تحت إطار إيران، بمعنى أن تبدأ بحماس ثم حزب الله ثم أن تبدأ حتى تضعف المشروع الفارسي أو المشروع الإيراني، بمعنى أن الديمقراطيون دائما يريدون عملية أن يكون هناك المشروع الفارسي، ولكن عملية مقوضة حتى يتم إشغال منطقة الشرق الأوسط، وكأن هناك بعبعا إيرانية. فبالتالي الديمقراطيون دائما يشورون حتى يتم بقاء دول منطقة الشرق الأوسط، تحديد الدول الخليج تحت إمرة وجناح الولايات المتحدة الأمريكية، يشيرون أن هناك بعبعا إيرانيا، عكس ترامب. ترامب يريد أن يقضي على واقع الوجود الإيراني كمشروع تنافسي وسيطر على منطقة الشرق الأوسط، وكان في سوريا في العراق في اليمن وبعض المناطق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ولكن من خلال طريقة أخرى، وهو تعزيز واقع أن هو يحمي هذه الدول مقابل المال. لكن فيما يتعلق هاريس سوف تتبع نفس سياسة بايدن، تحديد أن بايدن وعلاقته مع هاريس هي علاقة قوية، أن الذي دعم في الترشح هاريس هو بايدن، انسحب من أجل هاريس. فبالتالي الديمقراطية لا تتغير وجهتهم في منطقة الشرق الأوسط تحت إطار عملية أن يكون هناك نوعا ما من إنهاء إيران، لكن هم يضعونها في ناحية مقوضة حتى يتم إشغال منطقة الشرق الأوسط، حتى يكون هناك نوعا ما الإشارة أن يجب حمايتهم وأن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي المتسيدة وإسرائيل هي المتسيدة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك يستخدمونها. نعم دكتورة حداد، برأيك وسط هذه الترجيحات التي ترى بأن ترامب هو من سيكون ساكن البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، برأيك ما الذي إذا ما أوفى بعهده وأوقف الحرب في غزة، ما الذي ستستفيده غزة وفق نظرته البراغماتية الاقتصادية، ونحن نعرف الوجه الكبير من هذه الاقتصادي من هذه الحرب؟ السؤال مهم جدا. أولا ترامب وضع صفقة القرن، في إحدى بنود صفقة القرن تحديدا فيما يتعلق قطاع غزة، هو وضع أن قطاع غزة المدنيون الفلسطينيين يجب إيجاد وطن بديل لهم، سواء كان في منطقة سيناء، سواء كان في منطقة لبنان، سواء منطقة العراق، سواء منطقة سوريا. لذلك ترامب هو يتماشى في سياق البعد، يعني إنهاء هذه الحرب حتى لا يكون هناك استنزاف الواقع السلاحي والتمويلي من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لكن إسرائيل لديها وجهة أخرى. يعني اليوم نتنياهو عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يقدم مقاربة جديدة، مقاربته مقايضة الأصوات اليهود مقابل استمرار دعم السلاح واستمرار الدور الوظيفي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. الدور الوظيفي في إسرائيل هي بقاء نظرية اللا سلم واللا حرب، وهو الذي سوف يحققها ترامب، بمعنى أن لا يكون هناك سلام، يعني بمعنى منظور سلام يعني أن تكون هناك المنطقة بأريحية، ولا أن يكون هناك حرب فيما مستمرة، وإنما عبارة عن بؤر توتر صغيرة في المنطقة لا تصل إلى حرب إقليمية ولا تصل إلى حرب شامل. هذا ما يفكر به نتنياهو، ويفكر أيضا به ترامب، لا يفكرون بالحرب الشامل، إنما توتر بؤر صغيرة حتى يتم بالفعل أن تبقى إسرائيل هي المتسيدة
في منطقة الشرق الأوسط، والتي هي تأخذ السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية بعتادها بمالها وسلاحها. فهذا مفهوم الاندماج، بمعنى أن إسرائيل متسيدة بمفهوم اندماج تكاملي، وأن تكون هي إسرائيل رأس الهرم في منطقة الشرق الأوسط واستكمال إسرائيل الكبرى ودولة إسرائيل الكبرى. فيما يتعلق المدنيين الفلسطينيين، سوف تستكمل حتى 6 أشهر القادمة في عملية استمرار العداء أو الأعمال العدائية على المدنيين الفلسطينيين. هذا ما يؤدي إلى تقليل الديموغرافيا الفلسطينية، وأيضا تقليل الجغرافي ما يتعلق المناطق الآمنة، كما حدث اليوم في الحرب على منطقة خان يونس. هم يريدون تقليص المنطقة الآمنة وعملية زرع في ذهنية المواطن التهجير الطوعي مستقبلا، وأنها منطقة قطاع غزة غير صالحة للحياة، ثم عملية أخذ الثروات من قطاع غزة. وهذا هو المفهوم الاقتصادي الذي سوف يستكمل في منطقة الشرق الأوسط، يعني أخذ الثروات دون أن تكون هناك حروب، وإنما حل معضلة الديموغرافيا حتى 6 أشهر القادمة، إما بالقتل، إما بالتجويع، إما بالتهجير الطوعي، وإيجاد يعني حلول أخرى. فيما يتعلق حتى لو بقي الفلسطينيون، سوف يجدون لهم إدارة فلسطينية لها علاقة ما يسمى إدارة يعني تؤمن لإسرائيل الأمن القومي الإسرائيلي، وليس لها علاقة بحماس، وليس لها علاقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وإنما إدارة فلسطينية فقط لها علاقة بالبعد الإداري والمعاشي، وعلى الأقل أن تؤمن لإسرائيل ما يسمى إزالة السلاح من أرض قطاع غزة، وتحقيق نوعا ما من الأمن القومي الإسرائيلي. لذلك هذه إسرائيل نتنياهو تحديدا الحكومة اليمينية الائتلافية يحاولون قدر الإمكان إزالة السلاح من المنطقة الجنوبية، ثم التفرغ للمنطقة الشمالية. خلال 6 أشهر القادم سوف تحدث هذه النقاط، إلى مجيء ترامب سوف تعزز واقع ما يسمى اندماج إسرائيل وتطبيع واستكمال مشروع اتفاقيات أبراهام، ما يحقق البعد الاقتصادي فيما ولكن على حساب القضية الفلسطينية. تمام، شكرا جزيلا لك دكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله، هذا ما يسمح به وقتك للبقاء معنا. أعود لك دكتور الخضراوي من تونس. صحيفة هيل الأمريكية تقول بأن هيلاري كلينتون هي المرشحة التي كانت الأنسب لأن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي في هذه الأثناء. لاحظنا جميعا، نعرف جميعا خسارتها أمام دونالد ترامب في انتخابات 2016. برأيك هذه حاليا كم هذا الترشيح لامرأة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية، ألا يعد ذلك ربما مساعدة من الحزب الديمقراطي للحزب الجمهوري لأن يكون ترامب فائزا في الانتخابات المقبلة الرئاسية المقبلة؟ نعم، أعتقد أن خسارة هيلاري كلينتون كانت موضوعيا يعني قائمة، واعتبر عدم اختيارها من قبل الحزب الديمقراطي قرار صعب، باعتبار أن الملفات التي تدينها كثيرة، آخرها ملف ويكيليكس، ويعني ما قامت عملية الاختراق الإيميلات، وإلى حد أن مدت قائمة، هناك الكثير من القضايا التي تدين خلال كلينتون. أعتقد أن مساعدة بايدن ستقود هذه التجربة، خاصة وأنها عبرت أكثر من مرة عن مواقف صحيح ليست جوهريا منفصلة عن بايدن، ولكنها متميزة نوعا ما في علاقة بوصف ما جرى في خان يونس أو ما جرى في غزة أو في بعض مناطق الضفة، وعلى رفح وصفته بالمروع، وهي مع إنهاء الحرب في قطاع غزة في فلسطين. ولكن في نهاية المطاف كما قلت، فإن السياسة الأمريكية جوهريا هي طبعا تعتبر أن إسرائيل دور وظيفي ولا يمكن التفريق، وكما كانت تتحدث ضيفتكم المحترمة، فأن الفترة المقبلة هي فترة إنهاء المقاومة، وهذا أزعج كثيرا الإدارة الأمريكية تاريخيا، ليس فقط هو أوسلو أصلا جاءت بإنهاء دور المقاومة ونظرية المواجهة بالسلاح، والآن لابد من الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة التطبيع الكامل والشامل، واعتبار أن إسرائيل جزء لا يتجزأ من المنطقة. لذلك أطلقوا لنا 90 تسمية عن طريق بلاد تسمية الشرق الأوسط. الآن يجب أن نقتنع أن منطقة الشرق الأوسط هي ستكون في الإدارة الأمريكية المقبلة هي قبلة العالم، وسوف تكون التجارة العالمية نقطة ارتكاز هناك تنطلق من بعض دول الخليج. وللأسف هذه العملية الجديدة سوف تنهي تماما
تطور قناة السويس وستصبح التجارة تستعمل مجالات أخرى خاصة مع الكارغو والنقل السريع من أوروبا مباشرة عبر بعض الدول الخليجية ثم وصولا إلى ميناء حيفا ومن الهند مباشرة إلى هناك عبر هذه الوسائل الجديدة. وسيتم تكمل الكابلات عبر البحر وعبر المحيط لإيصال داتا البيانات. نعم. لكن دكتور الخضراوي منتقدت فيه إدارة بايدن طيلة هذه الفترة وما انتقدت فيه أمريكا بحد ذاتها من هذه الممارسات في الحرب التي لم تستطع إيقافها مدة نحو 10 أشهر ماضية، برأيك هل ستنحو الإدارة المقبلة بأي رأس كانت نفس المنحة وتتكبد نفس الانتقادات؟ حقا ما علي رأي، أنا عندي رأي آخر في علاقة بمجلس فلسطين. هو يجري الآن إبادة شعب مقابل قضية، نحن نتحدث عن القضية ولكن بأريحية وفي منازلنا وفي مكاتبنا في ظروف أقل ما يقال فيها أنها جيدة، مقابل شعب يتم قتله يوميا ويتم إبادة. هذه حرب إبادة لا يمكن وصفها يعني موضوع أقل من ذلك، حرب جنوسايد، هذه حرب إبادة لشعب كامل مع منفقاتها من تجويع ومحاصرة. يعني هذا مواصلة الحرب أيضا في مصلحة الكيان الصهيوني، لم يدمر الكيان الصهيوني. الآن موضوعيا ونبتعد عن العواطف ونقيس بالمنطق الحسابي، لأنه منطقنا لم يعد منطقا حسابيا، نحن منطقنا انفعاليا، سنقاوم سنقاتل، لكننا لا نقاتل. الذين يقاتلون هم الأهل هناك في غزة، الذين يقدمون أبنائهم يوميا ويقدمون قتل يوميا. أعتقد أن قوى التدمير من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هم الوحيدون الذين لهم مصلحة في مواصلة هذه الحرب، في حين قوى السلام، وأعني قوى السلام لا أعني سلام أوسلو، أعني قوى السلام يعني الخيرون في العالم الذين يرفضون الاستعمار ويرفضون القتل ويرفضون الاحتلال ويرفضون العنصرية ويرفضون الصهيونية، هم الذين يطالبون بضرورة إنهاء هذه الحرب. لا أعتقد أن الإدارات الأمريكية التي في جوهرها معادية للإنسان وهي إدارات الرأسمالية، لا ننسى ذلك، يعني هي مبنية على السياسة الذرائعية، من مصلحتها إدامة هذه الحرب. نتحدث عن استنزاف إسرائيل، ولكن في مقابل ذلك الإنسان في فلسطين يتم يعني محوه بشكل رهيب. هذه مجزرة لم تسبق لها الإنسانية، أخطر وأفظع مما وقع في ناكازاكي وهيروشيما. وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية سواء مع الديمقراطيين أو مع ترامب سوف يكون هناك منطق حسابي صحيح، لن يفرطوا في كل أوراقهم لفائدة نتنياهو، ولكن في نهاية المطاف وجوهريا إسرائيل لها دور وظيفي في المنطقة بالضبط، وهي يعني وهي رأس الحرب الأمريكية في المنطقة. تمام، سأعود إليك دكتور خالد راوي، سأعود إليك. أسعد باستقبال ضيفي من الرباط الدكتور محمد نشراوي الخبير في العلاقات الدولية، هو ينضم إلينا من مدينة مراكش من المغرب. أهلا وسهلا بك دكتور نشراوي. إذا ما صحت وصدقت وعود ترامب أن يكون هناك إنهاء للحرب في غزة، وإذا فاز هو بمنصب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، هل أن يكون من تجنح إدارته للسلام؟ ونحن لاحظنا في ولايته السابقة أنه كانت هناك كثير من الأشياء التي خلطت الأوراق على مستوى القضية الفلسطينية، ربما أهمها ما كان من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عام 2018. شكرا على الاستضافة، تحية لضيوفك الكرام. أظن بأنه ليس في القنافذ أملس، فمن صهيوني متعصب لبايدن إلى من هو أكثر صهيونية منه، لأن ما تحدث عنه بايدن مؤخرا هو أن يوقف الحرب لكن لصالح إسرائيل، وبالتالي بل أكثر من ذلك بدأ يتراجع عن حل الدولتين، لأنه يعتبر بأن هناك معطيات أخرى تغيرت في ذلك الطرح، وبالتالي فطرح الدولتين لم يعد بالنسبة لدونالد ترامب قائما. أكثر من ذلك فالكل يتسابق سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين لأن تكون أو يكون اللوبي الصهيوني على أيباك راضيا عن سياستهم تجاه فلسطين، لأن ما وقع ويقع حاليا هي جريمة حرب بكل ما للكلمة معنى، ربما أخطر الجرائم التي ارتكبت في
العصر الحديث، لأنها اجتمعت فيها كل اختصاصات محكمة العدل الدولي، محكمة الجنائية الدولية، وهي جريمة عدوان وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وبالتالي وكذلك جريمة إبادة. وبالتالي ما نراه حاليا يستحضر منا جميعا ألا نعول لا على بايدن ولا كذلك على ترامب أو حتى على كامالا هاريس، لأنهما كلاهما متورطين في ما يقع حاليا في غزة من جرائم ومن وحشية لم يسبق لها مثيل. لذلك فأظن بأن على الدول العربية وهي التي بيدها الحل أن تتحد من أجل العمل على أن يكون هناك حل نهائي لهذا الصدام. صحيح أن المقاومة الفلسطينية أخذت على عاتقها هذا الأمر، وهي لا تعول على أحد وإنما تعول على سواعدها، لكن تتمنى وترجو من أن يكون هناك توافق عربي تجاه القضية الفلسطينية. ما يقع حاليا هو أن بعض البلدان العربية باعت القضية الفلسطينية، لأن حماس هي من تصدى للعدوان الصهيوني، وبالتالي لا مجال لأن تكون هناك حركة إسلامية بإمكانها الانتصار على إسرائيل، لأن هذا سيشكل سابقة بالنسبة لتلك البلدان العربية التي تتفنن في تصنيف الحركات الإسلامية على أنها إرهابية، وبالتالي هذا ما تستغله إسرائيل وتستغله الولايات المتحدة وحلفائها. لكن دكتور نشطاوي، هل ما حدث منذ الحرب على غزة حتى الآن هل سيكون ربما درس ومرجعية تعتمد عليها إدارة ترامب إن وصل إلى الحكم في إدارة الملفات في المنطقة العربية؟ ونذكر جميعا ما حدث من قطيعة على مستوى الدول الخليجية عام 2017، أم أن ترامب سيواصل في المسار ذاته والسياسة ذاتها؟ وماذا كان دور البلدان العربية عندما عمل ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ لم يكن هناك أي شيء، لأن يعي جيدا جوانب الضعف لدى الأنظمة العربية ويستغلها بقوة، ويستغل احتياج بعض بلدان الشرق الأوسط لمظلة الحماية الأمريكية، ويعون جيدا بأن إسرائيل ستبقى دائما هي التي لها التفوق الاستراتيجي والأمني في المنطقة، وما على البلدان العربية سوى أن تكون حارسا أمينا لهذا الأمن القومي الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي صنيعة الغرب وخصوصا الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، وهي تلعب دورا مهما كما قال بايدن لصالح الاستراتيجية الأمريكية والغربية في المنطقة. وبالتالي لا يمكننا أن ننتظر أن تكون هناك ضغوط على إسرائيل حتى تتجنب الضحايا، لأن ما وقع من خلال الجرائم التي ارتكبت والمجازر والتي تعد بالمئات في غزة يندى له الجبين، ولم يكن ذلك إلا بضوء أخضر من البلدان الغربية. لذلك فحاليا نحن نتكلم عن أزيد من 39 ألف قتيل وعن عشرات الآلاف من المفقودين وكذلك الجرحى. نعم. الكل قد تأثر، حتى الطلاب الغربيين تأثروا، لكن الأنظمة الغربية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تفعل ما تشاء بدعم من بعض الأنظمة العربية. حاليا يتم اللعب على الوقت حتى يصل ترامب إلى الحكم، الوقت حتى يتم القضاء على قادة المقاومة الإسلامية، والوقت حتى تحقق إسرائيل ولو رمزيا نصرا وانتصارا في هذه الحرب. تماما، سأعود إليك دكتور نشطاوي. دكتور خضراوي، برأيك هل هناك في مسافة الوقت هذه إلى حين الانتخابات الأمريكية، هل هناك ما ستلعب عليه أيضا مرشحة، إن كانت هي المرشحة النهائية كاميلا هاريس عن الحزب الديمقراطي، ما ستلعب عليه من تغيير للسياسات وما رآه الناخبون الأمريكيون خلال الأشهر الماضية؟ هل هناك ما سيقنع الناخبين لاختيار كاميلا هاريس بدلا من ترامب؟ أعتقد أن للديمقراطيين وهاريس عندهم أوراق مهمة. كما قلت، المعطى الأول هو معطى نفسي، امرأة تحاول التجربة الثانية بعد هيلاري كلينتون. ثانيا أن ترامب والتيار الشعبوي عموما، والحزب الجمهوري هذا يمثل التيار الشعبوي الأكثر راديكالية، فأنه كانت نتائجه على السياسة الأمريكية وخيمة، والجزء
الثالث انه تذكرون جيدا ان في فتره ترامب اصبحنا نتحدث عن العنف داخل العنف السياسي داخل النظام الامريكي عندما تمت الاقتحامات وتدخل قوات الامن. ايضا الجانب الاخير انه هناك توجه في اوروبا وهناك ارتباط كبير لانه حركه راس المال واحده في العالم، هناك علاقه بين ما يجري بشكل مباشر وغير مباشر بين ما يجري في اوروبا وما يجري في الولايات الامريكيه. طبعا الانتخابات الاخيره في اوروبا صحيح ان اليمين هو الذي سيطر على البرلمان الاوروبي، ولكن كما راينا في فرنسا تلك الاتفاقه نحو ايجاد التوازن. الان في الولايات الامريكيه يعلمون جيدا ان ترامب شخصيه اعلاميه، هناك حرب في اوكرانيا، بوتين لا يلعب في هذا المجال، ترامب قد يهدد بحرب عالميه جديده، يعني ربما في المخيال السياسي قد نذهب الى ذلك، رغم انه مستعد لزياره ايران. الصين ومجموعه البريك وطريقه التعامل، يعني صحيح ان الناخب الامريكي ليس مثقفا الى درجه التمييز بين البرامج، ولكنه يخشى امكانيات الحرب. طبعا عندما نتحدث عن الديمقراطيين ونتحدث على نائبه بايدن من جهه وعلى ترامب من جهه اخرى، فان ترامب يكون اقرب للحرب واقرب لمنطق المواجهه خارج المؤسسات المنتظمه الدولي وخارج المؤسسات الدوليه. ترامب مستعد للتوجه لانه يتعامل بالسياسه البراغماتيه المباشره والمواجهه المباشره بعيدا عن القفزات البروتوكوليه كما استعملها بايدن وكما يستعملها الديمقراطيون عاده. وهذا ما اذا استطاع الحزب الديمقراطي ان ينحو استراتيجيه اتصاليه لفضح الشعبويه القائمه والتي بدات تسقط عموما في العالم، سواء في البرازيل او في فتره ما في اسبانيا او في فرنسا في الانتخابات الاخيره او حتى في الولايات الامريكيه نفسها، اذا استطاع الديمقراطيون القيام باستراتيجيه اتصاليه من اجل فضح وكشف السياسات الشعبويه اليمينيه لترامب، قد يجد الديمقراطيون انفسهم مره اخرى في الانتخابات الرئاسيه. ولو انني استبعد ذلك، لانه كما قلت جوهر السياسه الامريكيه هي نفسها سواء مع الديمقراطيين او الجمهوريين، ما يختلف هو وسائل تنفيذ هذه السياسه، لاننا نتحدث عن يعني عن محرك امريكي يحرك ولا يتحرك مع مصالح امريكيه كبرى. هذا التوازن الان الموجود في العالم، التوازن الذي يؤدي بالعالم الى احاديه القطبيه التي تقودها الولايات الامريكيه، لهذا التوازن في اتجاه احاديه لاحاديه القطبيه له كلفته الماديه والعسكريه، نراها في اوكرانيا، نراها في فلسطين، وقد نراها قريبا في افريقيا، لان الولايات المتحده الامريكيه ايضا لها عين في الولايات المتحده الامريكيه. صحيح في فتره ما تعاملت مع افريقيا، وانا يعني اعيش في تونس وربما اريد ان اتحدث اكثر عن شمال افريقيا وعن ليبيا وعن التدخل في افريقيا، صحيح تدخلوا بالوكاله لاكثر من مره واستعمال يعني فرنسا او اوروبا كانت تقاتل نيابه عن الولايات الامريكيه وموجوده في افريقيا تاريخيا، ولكن الان الولايات الامريكيه ومع سياسه تدخل جنوب المتوسط والحديث عن وجود قواعد امريكيه في الصحراء وفي ليبيا قادره للتدخل في كل مكان مع المتغيرات الجديده والانفصال نسبيا عن الارتباط التاريخي بفرنسا في العديد من الدول الافريقيه، سوف يجعل ايضا الاداره الامريكيه رؤيه، لان افريقيا هي الثروات، افريقيا هي المستقبل الاقتصادي، وان منطقه الشرق الاوسط هي منطقه حروب ومنطقه مواجهات. وايضا افريقيا باتت ربما موطنا للمنافسين التاريخيين روسيا والصين. دكتور نشطاوي، برايك هل بفوز ترامب المتوقع سيكون هناك حظوة واهتمام بملفات الشمال الأفريقي وأفريقيا عامة بخلاف ما كان الأمر عليه في ولايته الأولى؟ دعيني أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن كل حزب له استراتيجيته وله كذلك أهدافه عندما يصل إلى السلطة، لأن الحزب والرئيس تحركه القوة المانحة والتي لها مطالب ولها أهداف، سواء تعلق الأمر بالحرب التجارية مع الصين أو بالدفاع عن إسرائيل أو كذلك بالحرب التجارية إما مع كندا
أو مع الاتحاد الأوروبي أو حرب تجاه المهاجرين مع المكسيك. وأظن بأن دائما ما كانت تشكل الشمال إفريقيا جانبا بسيطا من السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا إما بارتباطها مع ما يقع في منطقة الساحل أو الصحراء أو فيما يتعلق كذلك بالوضع في ليبيا بالنظر إلى المخزون الاستراتيجي من النفط والغاز. لذلك فنظرة كل حزب هي مرتبطة بما يمكنه أن يحصل عليه. ونحن نعلم بأن السياسة الأمريكية هي مفادها أن لا عدو دائم ولا صديق دائم، وإنما مصالح مشتركة دائمة. دعيني فقط أشير إلى مسألة أخرى وهي سياسة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يطبق سياسة الرجل المجنون مادمان، وهي السياسة التي طبقها الرئيس نيكسون، ومفادها أن إدارته توهم أعداء الإدارة الأمريكية بأن نيكسون قادر على أن يفعل أي شيء غير متوقع، وهذا ما كذلك ما يقوم به الرئيس ترامب. ولاحظنا كيف أنه في عديد الملفات كانت سياسته هي سياسة غير منتظرة. بالنسبة لشمال إفريقيا أعتقد بأن الاختراق الوحيد الذي كان وهو الاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا شيء مهم، لكن أظن بأن بالنسبة للقضايا الأخرى مثل قضية الشرق الأوسط أو كذلك قضية الساحل والصحراء فهي سياسة متقاربة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. الفرق البسيط هو أن سياسة الجمهوريين تكون عنيفة نوعا ما، وتكون في بعض الأحيان اندفاعية وغير محسوبة العواقب، لكنها في نفس الآن هي تحدد الأهداف التي ترجوها هذه الإدارة. وبالتالي أظن بأن ما عدا هذه الملفات فسوف لن يكون هناك اختراق، سوى في المجال التجاري والاقتصادي في العلاقات مع الصين أو في الحرب الروسية الأوكرانية، لأن ترامب يرى بأن هذه الحرب تمت على حساب الولايات المتحدة والبلدان الغربية، وأن هناك طبقة سياسية فاسدة في أوكرانيا تستفيد من هذا الدعم اللامحدود من قبل الغرب، ثم يرى بأنه بإمكان الدخول في علاقات ودية مع روسيا، لأنه يرى بأن العدو الأساس هو الصين، وبالتالي لا بد من العمل على إحياء أو إعادة إحياء الولايات المتحدة كقوة اقتصادية، وأن يكون هناك دور كبير للدولار. لاحظنا كيف أنه في العهد الأولى لترامب عدد من البلدان بما فيها روسيا وكذلك الصين والهند وإيران بدأت تبحث عن عملة مشابهة وعملة قادرة على مزاحمة الدولار، وبدأنا نتكلم عن منظمة شنغهاي ودورها وكذلك منظمة البريكس. شكرا جزيلا لك دكتور محمد نشطاوي الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا من مراكش. شكرا موصول لك دكتور عبد المنجي خضراوي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من تونس. شكرا موصول أيضا للدكتورة تمارا حداد الباحثة والمحللة السياسية، كانت معنا من رام الله. شكرا الأكبر لكم مشاهدين، حتى نعود ونلقاكم في مشهد جديد. نستودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.